استعدوا لخوض رحلة لا تنسى. في شهر سبتمبر المقبل سيعرض برنامج جديد شيق بعنوان اكتشف السعودية، ليأخذ المشاهدين في رحلة حصرية إلى قلب المملكة العربية السعودية. يستغوص هذا البرنامج المثير في نسيج هذه الدولة الرائعة، مسلطاً الضوء على ثقافتها النابضة بالحياة ومناظرها الطبيعية الخلابة وكرم ضيافتها. يدعوكم اكتشف السعودية لاكتشاف عجائب هذه الجوهرة الخفية، من المواقع التاريخية القديمة إلى المدن الحديثة الصاخبة. استعدوا للدهشة من التنوع والجمال الذي تقدمه المملكة العربية السعودية. إنه أكثر من مجرد برنامج سياحي، إنه دعوة للتواصل مع روح أمة. يعدكم اكتشف السعودية بتجربة كاشفة تكشف الجوهر الحقيقي للمملكة العربية السعودية وشعبها. استعدوا لاكتشاف سحر المملكة العربية السعودية وتجربته والإلهام به. يأتي برنامج اكتشف السعودية في لحظة محورية للمملكة العربية السعودية. هذا البرنامج ليس مجرد مبادرة سياحية، بل هو جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة عالمية. تشهد المملكة تحولاً هائلاً مدفوعاً بخططها الطموحة لرؤية 2030. هذه الخطة ليست مجرد رؤية اقتصادية، بل هي خارطة طريق شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل المملكة. تهدف هذه الرؤية إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتماده على النفط. من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة، تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع. تلعب السياحة دوراً مهماً في تحقيق هذه الأهداف. من خلال جذب الزوار من جميع أنحاء العالم، يمكن للمملكة أن تعرض ثقافتها الغنية وتاريخها العريق. ترسم رؤية 2030 أهدافاً طموحة لقطاع السياحة، تهدف إلى جذب 70 مليون زائر دولي سنوياً بحلول عام 2030. هذا الهدف الطموح يتطلب جهوداً متكاملة من جميع القطاعات. كما تسعى الخطة إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10%. هذا النمو سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي. يدعم برنامج اكتشف السعودية هذه الأهداف بشكل مباشر من خلال عرض الإمكانات السياحية للمملكة لجمهور عالمي. من خلال تسليط الضوء على الجوانب الفريدة للمملكة، يمكن للبرنامج أن يجذب بالمزيد من الزوار. يسلط البرنامج الضوء على التنوع المذهل للتجارب المتاحة للمسافرين، بدءاً من استكشاف الآثار القديمة والانغماس في الثقافة المحلية، وصولاً إلى الاستمتاع بالمغامرات المثيرة والاسترخاء على الشواطئ البكر. هذا التنوع يجعل المملكة وجهة مثالية لجميع أنواع المسافرين. من خلال تقديم المملكة العربية السعودية كوجهة جذابة ومرحبة، يهدف برنامج اكتشف السعودية إلى جذب المزيد من الزوار والمساهمة في نجاح رؤية 2030. من خلال هذه الجهود، يمكن للمملكة أن تحقق مكانة مرموقة على الساحة السياحية العالمية. يأخذ برنامج اكتشف السعودية المشاهدين في رحلة آسرة عبر أرجاء المملكة. يستكشف البرنامج مجموعة متنوعة من الوجهات، لكل منها سحرها وجاذبيتها الفريدة. استعدوا للانبهار بمدينة التراء القديمة المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي والمحفورة في منحدرات صخرية شاهقة. اندهشوا من العجائب المعمارية للدرعية، مهد الدولة السعودية الأولى، واستكشفوا أسواق جدة الصاخبة، المدينة الساحلية النابضة بالحياة. لكن المملكة العربية السعودية ليست فقط تاريخها العريق. يعرض برنامج اكتشف السعودية أيضاً الجانب العصري للمملكة من خلال زيارات إلى الرياض، العاصمة الديناميكية، ومشاريع مستقبلية مثل النيوم، المدينة التي تبنى من الصفر بتقنيات حديثة وممارسات مستدامة. من العجائب القديمة إلى روائع الحاثة، يقدم برنامج اكتشف السعودية لمحة عن الطبيعة متعددة الأوجه لهذه الدولة الرائعة. من أكثر جوانب برنامج اكتشف السعودية جاذبية
هو تركيزه على التبادل الثقافي. يتيح هذا البرنامج للضيوف فرصة فريدة للتعرف على ثقافة المملكة العربية السعودية من خلال التفاعل المباشر مع سكانها. يستضيف البرنامج ضيوفاً عالميين من مختلف الخلفيات، مما يخلق بيئة غنية بالتنوع الثقافي. ينطلقون في رحلاتهم الشخصية لاكتشاف المملكة العربية السعودية، حيث يزورون المواقع التاريخية والمناظر الطبيعية الخلابة. يتفاعل هؤلاء الضيوف، ومن بينهم طهات مشهورون ومدون أسفار ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي مع السكان المحليين، ويتعلمون منهم تقاليد الطهي والفنون والحرف اليدوية، ويختبرون تقاليد المملكة العربية السعودية بشكل مباشر من خلال المشاركة في المهرجانات والاحتفالات المحلية، ويشاركون وجهات نظرهم الفريدة مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساهم في نشر الوعي حول ثقافة المملكة. توفر ردود أفعالهم الحقيقية وملاحظاتهم الثاقبة منظوراً جديداً وقريباً يمكن من خلاله النظر إلى المملكة العربية السعودية، مما يعزز الفهم المتبادل. يساهم برنامج اكتشف السعودية من خلال هذه التفاعلات في تعزيز التفاهم بين الثقافات وكسر الصور النمطية، ويظهر القيم المشتركة بين الناس. يسلط البرنامج الضوء على القيم المشتركة للضيافة والكرم والاحترام التي تتجاوز الاختلافات الثقافية، مما يعزز الروابط الإنسانية. من خلال عرض الروابط الإنسانية التي نشأت خلال هذه الرحلات، ينشر برنامج اكتشف السعودية رسالة وحدة ومواطنة عالمية، ويؤكد على أهمية التفاهم والتعاون بين الشعوب. يتجاوز برنامج اكتشف السعودية تجربة السائحة النمطية ليغوص أعمق في قلب الثقافة السعودية، حيث يكتشف الزائرون تفاصيل الحياة اليومية والتقاليد العريقة. يستكشف البرنامج النسيج الغني من التقاليد والفولكلور والجوانب الاجتماعية التي تجعل المملكة العربية السعودية فريداً من نوعها، من الملابس التقليدية التي تعكس تاريخاً طويلاً من التراث، إلى المناظر الطبيعية الصحراوية التي تروي قصاً عن البدو الرحل. سيشهد المشاهدون عروضاً آسرة للرقصات السعودية التقليدية، لكل منها تاريخها وأهميتها. سيتعرفون على فن الخط العربي، وهو شكل من أشكال التعبير المببجل في الثقافة السعودية. هذا الفن الذي يتطلب مهارة ودقة عالية يعكس جمال اللغة العربية وروعتها. وسيلحظون لمحة عن الحياة اليومية للعائلات السعودية، حيث يتعرفون على العادات والتقاليد التي تحكم حياتهم، ويختبرون كرم ضيافتهم وقيمهم العائلية القوية بشكل مباشر من خلال مشاركة وجبات الطعام والتفاعل مع أفراد العائلة. سيشعر الزوار بالدفء والود الذي يميز المجتمع السعودي. يستكشف البرنامج أيضاً عالم الفولكلور السعودي الرائع بحكاياته عن الأبطال القدماء والمخلوقات الأسطورية والحكمة الخالدة. تقدم هذه القصص التي تم تناقلها عبر الأجيال لمحة عن روح المملكة العربية السعودية وشعبها. من خلال الاستماع إلى هذه الحكايات، يمكن للزوار فهم أعمق للقيم والمعتقدات التي تشكل هوية هذا البلد. من خلال إغراق المشاهدين في هذه الثراءات الثقافية، يوفر برنامج اكتشف السعودية فهماً وتقديراً أعمق لتراث المملكة، سواء كان ذلك من خلال حضور المهرجانات الثقافية أو مشاهدة العروض الحية، فإن البرنامج يضمن تجربة غنية وممتعة تعزز من فهم الزوار للثقافة السعودية العريقة.